دكتور محمد سامي وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب السابق. ألو. ألو يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور، بنرحب بيك. الله يخلي حضرتك. أهلا وسهلا يعني بحضرتك. عاوزين رأي حضرتك في الإرشاد الزراعي في مصر. والله الإرشاد الزراعي في مصر، وباعتباري كنت مسؤول عن الإرشاد في معهد بحوث البساتين لمدة طويلة، هو له دور كبير جدا في النهوض بالمحاصيل بصفه عامه، بالانتاج الزراعي بصفه عامه. تمام. احنا في مجال البساتين يمكن دور الارشاد الزراعي كبير، لان المحاصيل البستانيه ليست ارثا عند الفلاح مثل المحاصيل التقليديه. فاحنا يعني انا سمعت كتير من الناس بيقللوا من دور الارشاد، يمكن هو بيشتغل في محاصيل تقليديه والبلد كلها عارفه اللي بيشتغل فيه، لكن عندنا في معهد بحوث البساتين احنا عندنا يوميا ناس بتتردد على المعهد وبتاخد ارشادات في المحاصيل اللي بيزرعوها. لا يا دكتور محمد، احنا بنتكلم على دور الارشاد الزراعي على ارض الواقع. هل المرشد الزراعي دلوقتي موجود في الحوض، محتك بالفلاح، عارف مشاكله وبيديله توجيهات؟ لكن طبعا بالنسبه لمعاهدنا في مركز البحوث، ما هي مفتوحه لكل المزارعين والفلاحين وبيترددوا علينا. مظبوط يا فندم. اه، المرشد الزراعي زي ما حمدي بيه قال في الاول خالص، اعداد المرشدين الزراعيين قليله جدا دلوقتي. احنا ما عندناش تعيينات، الاخوه الموجودين كبار السن. يعني هو الفلاح مظلوم، يعني برضه عنده جانب من الحق في الكلام، انه المرشد ما بيروحلوش او ما بيشوفش المرشد او كذا. هذا الكلام في جانب من الصحه، لان الاعداد قليله والافراد الموجودين زي برضه ما حضراتكم قلتم عدوا ال 50 سنه وال 55 سنه. من 83 ما فيش تعيين. فالمفروض هذا الجزء يفعل عن طريق ايجاد دم جديد في ادارات الارشاد على مستوى الجمهوريه. تمام. لكني برضه زي ما سيادتك قلت، ان الناس بتجنى واحنا بنروح للناس. يعني حضرتك المعاهد البحثيه في مركز البحوث الزراعيه بيعملوا حلقات نقاشيه وبيعملوا لقاءات بالمزارعين في الحقول وفي الجمعيات الزراعيه. يعني احنا لما دور المرشد او عدد المرشد الموجود بيأدي دوره، لكن عدد المرشدين قليل. احنا كمعاهد متخصصه بنوصل للمزارعين في حقولهم وفي جمعياتهم الزراعيه وفي اماكنهم، نلتقي بيهم وبالساده الاخوه المهندسين الموجودين في الجمعيات الزراعيه ما هو موجود بالنسبه لما يخص الارشاد. لكن انا لا استطيع ان اقلل ذوق الارشاد، لكن هو الخطا او مش الخطا، السلبيه الوحيده ان العدد غير كافي. لكن احتكاكهم بينا جيد، الموجود منهم احتكاكهم بينا جيد ونلتقي بهم دائما ان شاء الله. طيب، بنشكر حضرتك دكتور محمد سامي وكيل معهد البساتين للارشاد والتدريب.